السلام عليكم. ربما كان كورونا حمى قاتلة ولدت في معامل الحرب الجرثومية الصينية، أو أنها وليدة ثقافة غذائية صينية تستبيح ما لا تقبله النفس البشرية من طعام أو شراب، ربما هذا أو ذاك، لكن في كلتا الحالين النتيجة واحدة، وهي أن البشرية أمام جائحة قاتلة مصدرها منطق مادي يعظم الشهوة والنفع والتوسع والانتصار بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية الحسنة. هذا على الأقل ما يقول به فريق من المفكرين الغربيين أمثال الفرنسي إدغار موران، الذي هاجم بشدة في حوار لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، هاجم الرأسمالية ونظرية داروين من نافذة موقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي بشر شعبه بالهلاك في كورونا وطلب منهم الاستعداد لفقد الأحبة. وعلق موران على تصريح جونسون قائلا: إن الرأسمالية المتوحشة دمرت المساواة الاجتماعية والبيئة وفاقمت التفاوت الطبقي وغياب العدالة بين الناس. حلقة اليوم من برنامج حديث العرب تبحث جائحة كورونا من حيث تأثير العوامل الحضارية الحديثة في نشأتها وانتقالها وطبيعة تعامل بعض الشعوب والدول معها، ونسأل إذا ما كان هناك فرصة لإحداث خرق في ساحة وعي الشعوب باتجاه مقاربة أكثر إنسانية للحياة فيما بينها على هذا الكوكب. بعد تخطيها عتبة مليوني إصابة بفيروس كورونا، تكشف هذه الجائحة العالمية كثيراً من الجوانب الأخلاقية والحضارية التي تعاملت بها الدول والحكومات والأفراد مع الأزمة. فبدا واضحاً عجز الحضارة المادية والقوة العسكرية التي لهث العالم كله خلفها أمام وباء كورونا. جاءت التصريحات والمواقف معبرة عن الأزمة الروحية والأخلاقية التي يعيشها العالم المادي منذ أمد بعيد. تصريحات بعض المسؤولين في دول عظمى كانت تدعو الناس إلى اليأس وانقطاع الأمل والرجاء في النجاة، ودعت الناس في قمة الأزمة إلى الاستعداد للموت وتوديع الأهل والأصحاب. وسمعنا عن دول تستولي على مساعدات طبية وأجهزة تنفس وكمامات كانت مرسلة لدول أخرى منكوبة. لم يتسبب وباء كورونا بقتل وإصابة الآلاف من الناس حول العالم وشل اقتصاده فحسب، وإنما أوجد سلوكيات جديدة تنتمي لأزمة القرصنة وعهود الاستبداد في القرون الوسطى. وها هو الاتحاد الأوروبي يتخلى عن إيطاليا في أسوأ أزمة تمر بها، ليخبرنا عن تآكل الشعور بالوحدة الأوروبية والتضامن الإنساني بين شعوبها. أفرزت لنا تلك الحضارة المادية التي ينظر إليها بعض العرب بعين الإكبار والإجلال مواقف بعيدة عن الإنسانية. وتعالت الأصوات التي تقول: إذا استمر هذا الوباء في أوروبا لعدة أشهر ستتحول كثير من دول القارة العجوز إلى عالم ثالث جديد، وستتخلى عن كثير من قيمها الحضارية التي ظلت تتفاخر بها لعقود. من المؤكد أن العالم عموما سيعيد النظر في كثير من المفاهيم والأفكار والنظم والقيم والمثل التي آمن بها. فكورونا حطم غرور الإنسان بالحضارة المادية وبقدراته البشرية، وأوجد كثيراً من التداعيات السياسية والاقتصادية وعاد ترتيب الأولويات. ومن المؤكد أيضاً أن وباء كورونا سيرحل في النهاية، بيد أنه مثلما أفرز سلوكيات وممارسات جديدة سيترك بلا شك آثاراً وتداعيات مستقبلية أكبر مما نتوقع. للحديث عن هذا الموضوع معي عبر سكايب من إسطنبول كل من الأستاذ جمال نصار، أستاذ الفلسفة والمذاهب الفكرية، والأستاذ عبد الله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة. أهلا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ معك أستاذ عبد الله، هل من نجاعة لرأي من قال من المفكرين، وأقصد تحديدا الغربيين، من قال بأن هذه الجائحة ما هي في حقيقة الأمر إلا انعكاس لحضارة حديثة تقوم على أساس مادي ونفعي؟ أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم
وللمشاهدين الأفاضل جميعا. لا شك أن جائحة كورونا هي من الأحداث الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي مثل هذا الحدث المهم سيترك آثارا بعيدة المدى على العالم كله، هذا شيء مؤكد. الآن هل هو وليد الحضارة المادية التي نعيشها منذ سنوات؟ لا شك في ذلك، يعني بمعنى أنه الليبرالية المتوحشة بكل ما أفرزته من معطيات في عالم اليوم هي أحد نتائج كان هذه الجائحة. ولكن أنا في الحقيقة يعني هذه ضد ما يسمى بالحتميات، يعني بمعنى مثل ما بدنا نشوف إنه هذه الحضارة المادية قد أدت إلى كورونا، بدنا نشوف إنه الحضارة المادية هذه هي التي أتاحت لنا الآن الحديث عن بعد أونلاين، الحديث مع يعني إن كان في الرافدين ولا في التواصل فيما بيننا، حتى أن أعمالنا كلها أصبحت من بيوتنا عبر الأونلاين. لذلك الحكم المطلق في الموضوع أنه هو يعني من آثار بمعنى الحضارة المادية، أنا أتحفظ على هذا الحكم، ولو أنه كما ذكرت لا شك هو احد الاثار. لكن استاذ عبد الله، عندما يقرن، ويعني طبعا انا اتبنى هذا او لا اتبنى، انقل ما تبناه كثير من المفكرين، عندما تنقض الحضاره الماديه فانما ينقض فيها الجانب النفعي الذي يعني يرمي بالنفع والملموس والفائده والشهوه على كل شيء، وليس المقصود به بان الكاميرا التي تقرب المسافات بين الشعوب او الهاتف الذي يقرب التواصل بين الناس، ليس هذا المقصود، وإنما المبدأ النفعي في الحضارة المادية. أستاذ جهاد عزيزي، يعني حتى بهذا المعنى شفت اليوم الحضارة الإنسانية لا يمكن أن تبنى إلا من خلال المنفعة والبراغماتية، ويعني اليوم مثل ما قلت يعني أنا ضد هذه الحتميات في الحكم، مع تقديري طبعا وتابعت بعض الفلاسفة الغربيين والمفكرين الذين أشاروا إلى ذلك، ومعروف تماما أن ثمة آثارا سلبية كثيرة للليبرالية المتوحشة التي عشناها على الأقل منذ 30 سنة حتى الآن. ولكن كما ذكرت يعني عندما نصدر حكما بدنا نشوف دائما كل التلاوين حتى يكون حكمنا موضوعي. من هذه الزاوية أقول أنا مع موافقتي على المخاطر التي سببتها الليبرالية المتوحشة، إلا أنه أحد الجوانب الإيجابية في حضارة اليوم والتي هي مهمة حتى لنا نحن العرب والمسلمين أن ننظر إلى موضوع المنفعة في بسلوكاتنا، يعني بمعنى أنه اليوم لا يكفي من أجل بناء الحضارة الإنسانية أن مع احترامي طبعا وتقديري للقيم الأخلاقية التي يعني يجب أن توجه العالم كله، ولكن أيضا موضوع المنفعة والبراغماتية. طيب يعني في العمل كيف ضرورية تجمع لبناء الحضارة الإنسانية. طيب كيف تجمع بين النقيضين، أو بين ما أراه على الأقل نقيضين في كلامك أستاذ عبد الله، من أن لابد لهذه الحضارة من أن تنشأ على أسس نفعية براغماتية، ومن أنه لابد من القيم الأخلاقية الحسنة أن توجه هذه الحضارة، قبل أن أنتقل إلى ضيفي الآخر؟ على كل حال مبدئيا بناء الحضارات الإنسانية عبر التاريخ كان دائما يجمع ثنائيات، ليس بالضرورة أن يكون وحيد الجانب، يعني بمعنى كما ذكرت أنا مع تقديري أو بمعنى التزامي أو ضرورة التزام الحضارة الإنسانية بالأخلاق والقيم والعدالة والمساواة واحترام الضعيف والأخذ بيده وكل هذه
المسائل الأخلاقية المهمة والعدل وغيره، يمكن أو يجب في الحقيقة أن ننظر إلى موضوع المنفعة. وبالمناسبة حتى مفهوم مقاصد الشريعة إذا أخذناها بالمعنى الإسلامي، فالمقاصد هي المنفعة. يعني كيف نجمع؟ هذا هو سؤال أنا برأيي جوهري مطروح نعم، علينا طيب في حضارتنا العربية طيب الإسلامية، طيب أنا كيف نجمع بين المنفعة وبين القيم جيد، الأخلاقية؟ هذا سؤال جيد. وإن كانت هنا المنفعة كما يعني عرجت على مقاصد الشريعة، المنفعة هي التي تحددها الشريعة بذاتها. سأعود إليك عن السؤال، أسألك مرة أخرى عن السؤال الذي لم أحصل منك على إجابة صافية حتى الآن. أسأل الأستاذ جمال نصار، إذا المادية والنفعية المطلقة هي سيد الموقف في الحضارة الحديثة، الإباحية بشكل أو بآخر في تحقيق الشهوات، في تحقيق المنافع والمكاسب، في صرف الطاقات، في الانتصار، في التوسع إلى آخره، ليس هناك حدود حتى الآن في الحضارة الغربية. وثمة من يقول من العرب والمسلمين مثلا، وهو رأي يمثله مع كل الاحترام الأستاذ عبد الله تركماني، يقول بأن الحضارة الإنسانية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس من المنفعة والبراغماتية. كيف نعلق على هذا الكلام؟ تحياتي لك يا أستاذ جهاد ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أهلا بكم. في البداية لابد أن أقرر أن أي حضارة لابد أن تقوم على سلاسل مبادئ أساسية أو أسس تبنى عليها. الأمر الأول هو العقيدة، أي ما كانت هذه العقيدة، سواء كانت عقيدة صحيحة أو باطلة من وجهة نظر أي إنسان كان. الأمر الثاني وهي مسألة متعلقة بالتراث، بمعنى أنه هل هذه الدولة لها تراث أم لا، أو هذه المنطقة أو الأمة لها تراث أو لا. الأمر الثالث الذي تقوم عليه الحضارة مسألة المبادئ الأخلاقية. هذه الثلاثة مجتمعة تجعل وجود حضارة وتستمر لفترات طويلة أو لقرون حسب توفر هذه الثلاثة وتوازيها في التواجد. مسألة المادية أو البراغماتية أو النفعية، هذا أمر طبيعي، يعني الأشياء لابد أن يكون منه رأيها نفع، حتى أنه في الثقافة الإسلامية ممكن الإنسان يذهب إلى الحج وفيه منافع للناس، يعني أي يعني يكون له منافع أخرى غير الحج. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بمعاني متزنة كثيرة، بمعنى أن لابد أن يكون هناك اتزان بين العقل والروح والجسد، وكل جزء لابد أن يأخذ حقه. ولكن المشكلة حينما يغلب جانب على جانب آخر، بمعنى ما نحن بصدده الآن، أن تغلب المادية بشكل شرس كبير، هذا من الممكن أن يؤدي إلى تدهور الدول. ولذلك ابن خلدون المتوفى سنة 808 هجرية قال إنه الحضارة بتقوم على مراحل، الأول أو الأولى منها البداوة كما عبر هو، بمعنى ابتداء هذه الحضارة، ثم تبني أو تبنى الحضارة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة الترفيه، ثم مرحلة التدهور. هناك العديد من العلماء والمفكرين تحدثوا أيضا في هذا الجانب. إذا كانت الفكرة المادية هي التي تسيطر ويكون كل اعتبار لها هو المقدم على كل شيء، وأن يفتقد الإنسان القيمة الروحية، من ثم يكون هذا معول أساس لانقضاء وهدم هذه الحضارة. ما نحن الآن وما نعيشه الآن من جائحة فيروس كورونا وانتشارها على مستوى العالم، أولا هذه ليست أول جائحة، يعني حدث هناك جوائح كثيرة ومتعددة، حتى قبل الميلاد حدث جوائح كثيرة أيضا، ولكن أنه حسب ما ورد في التاريخ أنه من أكثر الطواعين التي انتشرت في العصور الوسطى مثلا كان الطاعون الأسود. الطاعون الأسود هذا كان سنة 1330 ومكث حوالي 20 عاما، 1330 ميلادية، مكث 20 عاما وبدأ من آسيا وانتشر في أوروبا وقضى على حوالي ما يقرب من 75 مليون.
هناك ايضا الكوليرا، هناك الايدز، هناك الانفلونزا، الحمى، الجدري، الحصبه، السل، الجذام، الملاريا، كل هذه اوبئه وطواعيه. طبعا كل شيء هو بقدر الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله عز وجل، ولكن ايضا بما اكتسب نفس الانسان وبما اكتسبته. فبمعنى انه الانسان قد يكون سببا في ايجاد بعض من هذه الطواعين او بعض من هذه الفيروسات او الابتلاءات، قد يكون هو سبب في ذلك. وايضا لا ننسى انه ايضا في طاعون عمواس كان سنه 18 هجريه راح ضحايا له حوالي 25 ألف وكان منهم صحابه. إذا المسألة مسألة الابتلاءات أو مسألة الفيروسات أو انتشار الأوبئة هذا موجود في التاريخ، ولكن المشكلة حينما تغلب المادية وتغلب البراغماتية على الجوانب الأخرى، هذا من ثم يؤدي إلى انهيار الحضارات. وأيضا في تقديري أنه جزء أصيل من المسألة هو انتشار الظلم في العالم. نجد مثلا هذا فيروس صغير جدا لا يرى بالعين المجردة، ومع ذلك حير العالم حتى الآن. منذ تقريبا 4 أشهر وداخلين في 5 أشهر حتى الآن منذ أن اكتشف فيروس كورونا 19 حتى الآن لا نجد له لقاحا أو لا يوجد له حلا إلى وقتنا الحاضر، مع وجود مدنية كاسحة وحضارة على مستوى العالم، والغرب خدعنا في الحقيقة بمسألة تقدمه على مستوى الصحة وإلى آخره. بمعنى أنه بهذا التقدم وبرغم هذا إلا أنه فيروس صغير جدا لم نستطع حتى الآن الوصول لمهاجمته وإيقافه عند حد. طيب أستاذ عبد الله، حينما يعلن مثلا دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن أن يوم 15 آذار مارس الماضي كان يوما وطنيا للصلاة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول أيضا بأنه في مثل هذه الظروف أمريكا بحاجة إلى حماية الرب، وحينما نسمع دعوات كثيرة في أوروبا بمطالبة بالعودة إلى الكنيسة، يعني وأنت الباحث في الدراسات المعاصرة، إلى أي مدى تلمح شعورا غربيا مركز الحضارة الحديثة الآن بأن الحضارة المادية أورثتهم هذه الأسقام وهذه الأحوال، وبأن يعني ليست ذات جدوى كبيرة، وأن هناك ميلا ما نحو الروح؟ هلأ لا شك، يعني مبدئيا كل شعوب الأرض وكل الحضارات والثقافات عندما تقع في مشكلة مثل الجائحة التي تعيشها البشرية اليوم يمكن أن تظهر هنا وهناك يعني هذه الالتماسات من الله سبحانه وتعالى عبر كل الأديان، وهذا وجدناه إن كان في الغرب ولا في الشرق ولا عندنا ولا، هذا أمر طبيعي، ولكن ليس هو الأساسي. يعني المسألة الأساسية أنه في أسباب جوهرية، أكيد العلماء اليوم يبحثون عن الأسباب التي أدت إلى هذه الجائحة الخطيرة على البشرية كلها، وهناك محاولات من أجل إيجاد اللقاح اللازم والعلاجات اللازمة. هذه هي المسألة الأساسية أنا برأيي، وليست المسألة أن ترامب أو غيره يعني دعا الرب، يعني المسألة هذه قضية إذا شئت نفسية، قضية كل البشر بما فيها نحن كأفراد طبعا نلتمس الغفران من الله سبحانه وتعالى، ونلتمس يعني عفوه، ونلتمس يعني هذا شيء طبيعي جدا. وسلوكات ترامب أو غيره هي يعني أيضا بالمناسبة، حتى ترامب مثله مثل بوتين يلعب بالمسألة الدينية بسبب السياسات الداخلية أيضا، يعني حتى ترامب يخاطب المتدينين في هذه الجائحة من أجل أن يستفيد فيها في الانتخابات القادمة.
فقط إذا تسمح لي تفضل. أستاذي الكريم، طبعا مع احترامي رأي صديقي الدكتور جمال، وطبعا في حوارات جيدة بيننا، ما ذكره أنا لست يعني بمعنى ضده، ولكن أعتقد أنه يجب أن نتساءل نحن أبناء الحضارة العربية الإسلامية في هذا الزمن الصعب، لماذا تقدم هذا الغرب المادي وتخلفنا؟ يعني هذا السؤال الذي طرح في بدايات القرن العشرين، طيب لماذا تقدم الغرب استاذ عبد الله، وتخلفنا نحن؟ استاذ عبد الله سؤال جوهري، هو سؤال سؤال جوهري، جوهري يجب أن نطرحه على طيب نفسنا بهذه هو المناسبة، هو حقيقة وإلا يعني إذا كنا استاذ عبد الله، سنكرر أستاذ عبد دائما الله، هو نفس سؤال جوهري، يعني صحيح أنه سؤال جوهري، وربما نفرد له حلقة مستقلة نبحثه في هذا البرنامج مستقبلا، وأشكرك على طرح هذا السؤال، لكن حتى نبقى في دائرة البحث عن المنشأ المادي لهذه الأوبئة والأمراض والزلازل والحروب حتى التي تنتعش الآن بين البشرية، نريد أن نذهب إلى الأستاذ جمال، ولكن ليس الآن، قبل أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعاود الحديث. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا وسهلا بكم، أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة حديثنا عن كورونا والحضارة المادية إلى الأستاذ جمال نصار. يعني موقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان حقيقة لافتا ومثيرا للجدل عندما بشر شعبه بالهلاك في كورونا وبأنهم يجب أن يستعدوا لفقدان الأحبة. طيب سؤالي هو الآن أستاذ جمال، يعني ثمة من رأى في هذا الرأي، في هذا الموقف من جونسون، بأنه تعبير عن الروح الأوروبية المتوحشة بين قوسين في تعاملها مع الإنسان، حتى الإنسان الأوروبي. السؤال هو هل يأتي، وطبعا عكس سمات الشعوب وثقافتها في التعامل مع هذه الأحداث الكبيرة التي تهدد البشرية، هل هذا التباين في الشعوب، دول ترسل مساعدات إلى إيطاليا ودول تحجب عنها هذه المساعدات رغم أنها جارتها، هل هذا التباين هو في إطار الاستثمار السياسي والاستراتيجي في هذه الظروف، أم أنه تباين يعكس تباينا ثقافيا ونفسيا عميقا بين الأمم والشعوب؟ دعني في البداية أقول أن الغرب ليس شكلا واحدا، ولا نستطيع أن نقول أن بريطانيا مثلا بوجود رئيس وزرائها الحالي مثل ألمانيا أو مثل فرنسا إلى آخره، إنما هناك نعم تباين من جانب أيضا وجود لليمين، إنجاز أن نقول في بعض الأماكن يمين متطرف في بعض البلدان الغربية، لكن مع هذا الرجل كان يتحدث بشكل ربما رآه بشكل واقعي، أو بعض فسره بأنه ينظر نظرة شعبوية، بمعنى أنه من الممكن أن يسأل عن البعض من أجل أن يحيا البعض. هذه نظرة موجودة وموجودة في الغرب، وكانت سابقا موجودة في الاتحاد السوفيتي سابقا. المسألة الآن المتعلقة أيضا بجزء كبير فيها السياسة، بمعنى الجانب السياسي ومؤثر بدرجة كبيرة، وخصوصا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بقيادة ترامب، هذا الرئيس المتعجرف الذي يتعامل مع المسألة بجانب أو يفهم منها بأنه له أسلوب بلطجي يسيطر ويهيمن على العالم ويدفع في هذا الاتجاه. هذا الأسلوب الذي يتبعه ترامب ومن يسير على نهجه في الحقيقة بيكون على المستوى البعيد الخسائر أكثر من المنافع. يعني السياسة الأمريكية على سبيل المثال هي سياسة في الغالب أنها سياسة واحدة،
بمعنى مع كل رئيس تسير بسياسة واحدة، بمعنى أنه هناك مؤسسات حاكمة ورئيس وينفذ ويطبق هذه السياسات، ولكن كل رئيس بيكون له أسلوبه ومنطقه وطريقته في قيادة المنظومة والمؤسسات في الدولة. ما يقوم به ترامب وما يقوم به بعض الرؤساء الحكومات أو الرؤساء في الغرب للأسف يأخذ العالم في اتجاه الانقلاب، لأنه أولا في عنصرية أصبحت الآن تواجد العنصرية من جانب، وأيضا كما أؤكد قد يختلف مع الدكتور عبد الله أنه أصبح الآن ترجيح، أنا لا أنفي بطبيعة الحال الجانب المادي، ولكن ترجيح هذا الجانب المادي بدرجة كبيرة سيؤدي لا محالة إلى انهيار المنظومة الدولية. لابد من وجود كما قلت لأي حضارة حتى تستمر، ممكن الحضارة تكون تسمى أحيانا الإبهار وتسقط لفترة وجيزة. نحن نعلم جميعا أن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد 300 طيب. عام، ومن ثم التوازن، التوازن هنا ما أريده، التوازن مطلوب، بمعنى أنه الجانب السياسي يأخذ حقه وأيضا الحقوق والديمقراطيات تأخذ حقها على مستوى العالم. الآن نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب تحديدا هو يعني ينهج الديمقراطي نعم، لكن يريد الديمقراطية على مقاسه هو وخارج إطاره لا يهمه شيء، لا يهمه إلا المصالح وفقط. نعم المصالح والسياسة تسعى للمصالح وهذا أمر طبيعي، ولكن لا يجب أن تكون المصلحة هي فقط الغالبة، ولكن الإنسان وقيمة الإنسان لابد أن تبرز في طيب. هذا الكون. أريد أن أسأل أستاذ عبد الله التركماني، يعني المتابع لما يجري وكيفية تعامل الدول مع هذه الجائحة، كما لو أن البشرية لم تفد كثيرا من هذا التطور الصحي الخطير على حياتها، مثلا قيم العنصرية والازدراء على الشعوب الأخرى ما زال حاضرا، مثل ذلك باحث فرنسي يدعو إلى تجريب اللقاح الجديد على سكان إفريقيا لأنهم لا يملكون كمامات ولأنهم يموتون في كل الأحوال، وقبل ذلك روسيا مثلا الأسلحة الحديثة تجربها في سوريا من غير اعتبار أخلاقي لذلك، وكما لو أن الناس هناك فئران تجارب. السؤال هو الآن هذا الشعور العنصري المتفاقم بين الأمم إلى أين يقود العالم؟ لا شك أخي العزيز أن جائحة كورونا كانت كاشفة لسلبيات عديدة في الحضارة المادية، حضارة الليبرالية المتوحشة القائمة، ومنها قضية العنصرية، ومنها قضية القرصنة. كلنا نعلم ماذا حصل لبعض السفن التي كانت محملة بالمساعدات لإيطاليا ولإسبانيا ولتونس، بمعنى أنه اليوم ما في شك كانت هذه الجائحة كاشفة لسلبيات كثيرة في الحضارة الإنسانية منها كما ذكرت، ولكن المهم في يعني هذا الخطاب الشعبوي الخطاب العنصري الذي نلمسه في العديد أو في بعض الدول الأوروبية وفي أمريكا هو في الحقيقة تعبير عن صراعات سياسية في داخل هذه الدول، وهذا كان قبل كورونا وسيبقى بعد كورونا. المهم أيضا أن نرى المظهر الآخر أو الصورة الأخرى، يعني كما نجد عنصرية نجد بالمقابل هناك أصوات إنسانية تدعو إلى التآخي الإنساني، إلى التضامن الإنساني. لكن أستاذ عبد الله يعني نقطة يعني عندما هناك أصوات إنسانية كما تفضلت، لكنها أصوات نخب معزولة في مجتمعات غربية تسيطر عليها الآن الرأي اليميني الذي يريد أن يطرد المهاجرين، الذي يريد أن يحارب العالم الإسلامي، الذي يريد أن ينفي الآخر. ليس بالضرورة دائما أستاذنا الكريم جهاد، يعني هناك منظمات مجتمع مدني وهناك منظمات حتى دولية تدعو إلى التآخي الإنساني والتضامن والمساعدة، يعني من لا نرى، أنا برأيي نخطئ إذا نظرنا إلى الغرب
كأنه كله خطاب شعبوي عنصري معادي. لا، الغرب غربان، غرب عنصري متطرف يميني كما شاهدنا في بعض التصريحات، وغرب إنساني هو وليد مفاهيم الحرية والإخاء والمساواة والحداثة وقيم حقوق الإنسان وغيرها. لذلك أنا يعني دائما أقول من الخطأ أن نصدر أحكاما إطلاقية إن كان هنا أو هناك. دائما يجب أن نرى المسائل بوجوهها المختلفة كي تكون أستاذ أحكامنا يعني صحيحة. أستاذ عبد الله، يعني لا يوجد أحكام إطلاقية كما وصفتها. نحن بدأنا هذه الحلقة برأي المفكر الفرنسي إدغار موران الذي يعني قدم خطابا إنسانيا تصالحيا فيما بين الشعوب، لكن نحن نركز على قضية مهمة، وهي أن الآن الجائحة هذه التي اجتاحت العالم وهي مصدرها يعني فيما يقوله مفكرون غربيون حضارة مغرقة في المادية والنفعية حتى على مستوى الطعام والشراب. أريد أن أسألك في هذا السياق، ريثما يكون ضيفنا الآخر جاهزا معنا، المراقبون الدوليون يتحدثون عن مشروع تفكك الاتحاد الأوروبي وفقا للطريقة التي اتبعتها الدول الأوروبية، وأنت أسميتها القرصنة والعودة إلى العصور الوسطى عندما تتحارب إيطاليا واليونان حول الكمامات وغير ذلك، فنحن حقيقة أمام قرصنة. ما الأثر النفسي والسياسي الذي أحدثته هذه الجائحة في المعسكر في الغرب الذي اليميني الذي تحدثنا عنه؟ هو لا شك يعني على صعيد العلاقات الدولية سوف تكون للجائحة تداعيات كثيرة. أحد هذه التداعيات نفس النظام الدولي اليوم أكيد سيعاد النظر فيه. اليوم الاتحاد الأوروبي، يعني كلنا عرفنا وعلمنا أن إيطاليا أهبطت العلم، علم الاتحاد الأوروبي، ورفعت العلم الصيني. هذه ظاهرة ليست سهلة، يعني الاتحاد الأوروبي الذي يجمع 27 دولة لم يظهر تضامنا بين أعضائه. بالمناسبة حتى نحن في جامعة الدول العربية للأسف أيضا لم نظهر التضامن المفروض بيناتنا. يعني بمعنى اليوم المنظومات الإقليمية والدولية كلها جاءت جائحة كورونا امتحان لها، كاشفة لنواقص وثغرات عديدة فيها. لا شك أنها ستترك تداعياتها على مجمل العلاقات والمفاهيم السياسية، إن كان على الصعد الإقليمية الصعيد الإقليمي أو على صعيد العلاقات الدولية. هذا أمر بعتقد شيء مؤكد سيحصل بعد أن ننتهي من هذه الجائحة. طيب أستاذ جمال، يعني المتابع لما يكتب في الغرب أو لبعض ما يكتب على الأقل يلحظ أن هناك أقلام بدأت تكتب عن ضرورة حماية هذا الكوكب والتآخي الإنساني. طيب كما لو أن هناك صحوة ضمير لدى بعض هذه النخب، إلى أي مدى يمكن لهذه التحديات الوجودية التي تهدد هذا الكوكب الذي نعيش عليه، إلى أي مدى يمكن أن تنضج رأيا في الغرب يحدث تحولا نحو أنسنة هذه الحضارة إذا صح التعبير؟ في الحقيقة لابد أن يجتمع كل العقلاء على مستوى العالم ويبعدوا بشكل أو بآخر المتطرفين أو المزايدين. المرحلة الحالية الجميع بيعاني. أكبر دولة مثلا هو الولايات المتحدة الأمريكية، وصل فيها انتشار الفيروس والإصابات التي نالته اقترب من 700,000. بلد فقيرة جدا وتعاني من تدخلات وإرهاب دول عليها، مثلا اليمن وهي فقيرة فقط إصابة واحدة حتى الآن حسب الإحصائيات التي تتحدث عنها منظمة الصحة العالمية. إذن المسألة ليست بالانتشار ولا بالقوة ولا بالمال ولا بالمادة، مسألة أن يكون هناك تعاون في المشتركات، وهذه المشتركات كثيرة على مستوى الإنسانية جمعاء وعلى كل الأديان. يعني حتى أنه لو لم يكن هناك إنسان متدين ملحد مثلا،
ولذلك نحن نجد في الغرب أن قضية التدين لم تكن تأخذ أو حتى الآن لا تأخذ البعد التدين الحقيقي، حتى لو أنه ديانة مسيحية أو يهودية، تجد أنهم يفعلون ما يشاءون في كل شيء ويخالفون الأديان ويذهبون إلى الكنيسة أو المعبد في أوقات محدودة وفقط. الأمر مختلف، نحن مثلا في منطقتنا العربية أو الشرق أوسطية أو المنطقة التي نحيا فيها، للأسف هناك أيضا حالة من الاستبداد الذي يعني طغى على الشعوب وسيطر على مقدراتها. كل هذه الأمور لابد أن تعاود حساباتها مرة أخرى. هل هناك فرصة أستاذ ترجع جمال إلى الأسس؟ هل هناك فرصة في ظل هذه التحديات التي تواجه البشرية برأيك، وفي ظل هذه الأقلام الصاعدة وعلى مستوى نخب غربية كبيرة، هل هناك فرصة لبلورة رأي عام في الغرب نحو أنسنة، لأن الغرب هو مركز الحضارة ومركز القوة الآن، هل هناك فرصة لتحول نحو أنسنة هذه الحضارة لإيجاد نوع ما من التآخي بين البشر؟ أظن أن هذه الفرصة الآن أصبحت فرصة مواتية. الكثير من مفكري وفلاسفة العالم، حتى بعض الرؤساء التنفيذيين في الكثير من الدول، أظنه اعتبر بالموقف وأظنه أخذ الدرس، والجميع الآن العقلاء أعني بطبيعة الحال ينادون بفكرة أن نستفيد من هذه الأزمة التي تصيب العالم. كل المفكرين الكبار في الغرب تحديدا وفي الشرق أيضا بدأوا يتحدثون أنه لابد أنسنة العالم وألا تضغى المادية على الجوانب الأخرى، وهذا أمر إن لم ننتبه له ونستفيد سواء في الغرب أو نحن في الشرق. نعم. العالم لا نعرف أولا متى ستنتهي هذه الجائحة، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب الصحيحة واعتبار أنسنة الكون وأنسنة البشرية. نعم. أمر في غاية الأهمية. هذا على مستوى النخب والحكام أستاذ جمال، لكن نريد أن نتحدث بعد الفاصل عن مستوى الناس البشر، إلى أي مدى يتشكل وعي جديد لديهم بمقاربة أكثر قابلية لقبول الآخر فيما بين البشر على سطح هذا الكوكب، لكن نذهب إلى فاصل ومن ثم تأتيكم بقية هذه الحلقة. أهلا بكم أستاذ عبد الله. لابد من مراقبة عميقة لما يحصل في هذه العالم، كم هائل من المعلومات تتدفق للناس على طريقة يعني معالجة هذه الجائحة، جائحة كورونا في العالم. يعني لا يعقل أن تمر هذه الجائحة على الإيطاليين وهم يشكون، حكومتهم تشكو من أن الاتحاد الأوروبي خذلهم وحصرهم ولم يمرر لهم المساعدات التي يحتاجونها. رئيس وزراء صربيا كاد يبقي على الهواء مباشرة وهو يعبر عن خيبة أمله من الاتحاد الأوروبي بينما شكر الصينيين. إلى أي مدى يمكن أن يتشكل وعي إنساني جديد لدى الأمم والشعوب فيما يتعلق من كونهم بشر، فيما يتعلق في رؤيتهم للعيش على هذا الكوكب مستقبلا؟ يعني أعتقد لا شك من الآثار التي ستتركها هذه الجائحة هو كثير من شعوب الأرض ستتجه نحو التضامن وتعيد يعني النظر في كثير من الآثار السلبية التي كشفتها في الحقيقة هذه الجائحة. هذا من جانب. من جانب آخر ستكون أيضا ليس على صعيد هذه القيم، قيم التضامن والوحدة الإنسانية، وإنما على صعيد حتى إذا أولويات البشرية. يعني اليوم ظهرت أهمية الاهتمام بالنظام المنظومات الصحية في الدول، اليوم ظهرت أهمية الدولة الوطنية
أهمية التضامن الاجتماعي والتكافل. هذه المسائل ستترك أنا أعتقد آثارها على مجمل طيب العلاقات الإنسانية، خاصة أن يعني القيم التي يعني موجودة الآن في الأمم المتحدة، مقصود الشرائع العالمية لحقوق الإنسان نعم والمنظمات الإنسانية الأخرى تطرح هذه القيم، ولكن طبعا مثل ما قلت بأنه في التجربة الإنسانية نعم مثل تجربة هذه الجائحة تكشف بعض الثغرات، بعض الأخطاء التي طيب يمكن أن تدفع البشرية للبحث عن أولويات ومخارج أخرى، طيب منها التضامن الإنساني الشامل. طيب سأعود إليك إذا أسعفنا الوقت أستاذ عبد الله. سيد جمال، الآن العالم لم يعد قرية عالمية كما كان، يعني كيف يكون قرية عالمية والجار لا يعرف بجاره، بمعنى أن الدولة لا تعرف ما يحصل على حدودها أو لا تريد أن تساعدها على الأقل. هل هناك اتجاه متصاعد للدولة القومية لانغلاق الدول على نفسها وسقوط بالتالي نظرية القرية العالمية؟ لا، أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام بشكل مطلق، إنما نعم ستحدث تغيرات كبيرة وتحولات عظمى في العالم، ولكن هي القضية كما قلت لك أخي جهاد أنه غياب المبادئ الأخلاقية هي المحور الأساس في المنظومة الحضارية على مستوى الإنسانية وعلى مستوى العالم. شأن ذلك كما ذكرتم في تقاريركم أنه بعض الدول أخذت بعض الشحنات التي كانت تذهب لدولة أخرى حتى على مستوى البسيط، يعني نجد في بعض البلدان العربية أنه عدم دفن من هم مصابين بالكورونا واعتراض الأهالي والشعوب، بعض الناس يعني على مثل هذه الأمور. فالمسألة إذن مع غياب الوازع والجانب الأخلاقي أدى إلى كل هذه الأمور. كما قلت وذكرت وأذكر مرة أخرى أن أي حضارة لابد أن تقوم على عمود ثلاث، على العقيدة، سواء كانت هذه العقيدة صحيحة أو غير صحيحة أي مكان، طبعا الصحيح هيكون شيء جميل جدا. الأمر الثاني وجود تراث وثقافة لهذه الحضارة. الأمر الأخير وهو في غاية الأهمية الذي فقدناه في هذه الآونة هو المبدأ الأخلاقي. وعي الشعوب هذا يبنى في جو من الحريات. نعم الغرب فيه حريات بنسبة كبيرة وإن كانت ليست مطلقة، أيضا هناك في بعض جوانب الاستبداد. المشكلة لدينا نحن في منطقتنا العربية وفي المشرق العربي هناك إشكالية كبرى، بمعنى إنه انتشار الفساد والاستبداد نعم وتوغله على حقوق الناس والشعوب أدى إلى تقليل نسبة الوعي. لعله في الفترة القادمة وانتباه الناس لمثل هذه المخاطر والتحول الذي سيحدث أربك الكثير من السياسيين وأربك أيضا الكثير من المستبدين، وربما يعيدوا حساباتهم، لعله تكون المرحلة القادمة نعم لمصلحة الشعوب ولتوعية الشعوب إلى ما هو أفضل. ولكن في النهاية لابد أن يتحرك الجميع أفرادا وجماعات نعم إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أصوب، فكما يقولون الحرية لا توهب ولكنها تنتزع. طيب أريد أن أختم مع الأستاذ عبد الله تركماني باختصار. أستاذ عبد الله، ما الذي يولد في الناس شعورا بأن العالم بعد كورونا سيتغير، علما أن هذا العالم الذي نعيش فيه شهد يعني تحديات أكبر وأكثر من كورونا، يعني التغير المناخي والحروب الكبيرة التي أصابت العالم لم تخلق هذا الشعور. ما الذي ولد هذا الشعور بسبب كورونا برأيك؟ يعني هو دائما مع التحولات الكبرى والأحداث الكبرى تفرز عمليا قيم ومفاهيم جديدة. من الطبيعي جدا اليوم شعوبنا وشعوب الأرض بشكل عام تتجه في أولوياتها إلى موضوع الدولة الوطنية، إنه ومسؤولياتها في إعادة أولويات مثلا
الاهتمام بالمنظومة الصحية، المنظومة التعليمية، المنظومات ذات الصلة بحاجات الناس وحقوق الناس، بعلاقة الدولة بالمجتمع، وأيضا يعني للأسف بعض الأنظمة الاستبدادية يمكن أن لا تستخلص الدروس الواجبة مما نعانيه اليوم. بالعكس، يمكن أن تستغل هذه الوضعية لمزيد من الاستبداد. يعني أنا برأيي الحرية مسألة أساسية يجب ترسيخها في مستقبل بعد كورونا، وهي يعني يجب أن تعتبر من الأولويات في تقدم مجتمعاتنا والبشرية كلها. وهذا شيء مهم على صعيد يعني شعوبنا وشعوب الأرض كلها. أنا بتقديري ما بعد كورونا لن يكون كما قبل كورونا، على صعود عديدة، صعود الأخلاق، القيم، السلوكات، المنظومات، نعم. علاقة الدولة بمجتمعاتها، العلاقات الإقليمية، العلاقات الدولية، ستكون لها انعكاسات بتقديري ستكون عميقة على مجمل هذه المسائل. وهذا طبعا أمر يقرره الأقوى الذي سيسود ويسيطر بعد نهاية وانقشاع غيمة كورونا. أشكرك أستاذ عبد الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي نرجو أن نكون وفقنا في تسليط شيء من الضوء على العلاقة بين وباء كورونا وبين الحضارة المادية التي تسيطر على العالم. كل الشكر لكم. قبل ذلك أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ جمال نصار، أستاذ الفلسفة والمذاهب الفكرية، وكذلك الأستاذ عبد الله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة. الشكر موصول لكم سادتي المشاهدين، في حراسة الله.